بريزيدان أكرم حلبي، أول شيء يعطيك العافية. الله يعافيك. تاني شيء مرحب فيك دايما ببودكاست أنت الحكم. وصل لك زمان مش عزمنا. أنت عم تهرب لك فترة عم تهرب. مش عم بهرب لا بصراحة ما يعني في أشياء أوقات بدك تحكيها بتحكيها، أوقات ما لازم تحكي ما لازم تحكي. أكرم حلبي مواليد سنة 1968، دخلت عالم كرة السلة عام 2014 كرئيسا فخريا للشانفيل، ثم رئيسا فخريا نادي التضامن، بعدها عضو باللجنة الإدارية اتحاد كرة السلة ب 16 كانون الأول 2016، قبل أن تصبح رئيسا اتحاد كرة السلة بالتزكية ب 28 تموز 2018. مع ترأسك لاتحاد كرة السلة وضعت خطة لجدولة الديون، وبشهر آب 2019 تم تسديد كامل الديون، أغلبية الديون. أغلبية الديون. هلأ صرنا تقريبا هلأ صرنا مخلصين كل شيء الحمد لله. أوكي. بعد مرور عدة أيام طبعا بآب 2019 وضعت خطة تطوير ورعاية المنتخبات الوطنية كافة، وأقامت بطولات الفئات العمرية وتنظيم دورات صقل مدربين وحكام. يوم 9/6/2019 تم انتخاب أكرم حلبي نائبا أولا رئيس الاتحاد الأسيوي لكرة السلة لولاية مدتها 4 سنوات. بعدها بأشهر انتخب أكرم حلبي رئيسا للجنة الفنية للاتحاد الأسيوي ب 22 ديسمبر 2020. فازت لائحة أكرم الحلبي بكاملة 15-0 في انتخابات لولاية رئاسية جديدة مدتها 4 سنوات. يوم 23/10/2022 أكرم حلبي مكرم من رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون الوسام الفضي نظرا الوصول 3 منتخبات بكرة السلة لكأس العالم. ب 5/4/2023 تم انتخاب أكرم الحلبي لولاية ثانية كنائبا أول لرئيس الاتحاد الآسيوي. ليش نسيت فوز المنتخب ببطولة العرب؟ رح نحطه، رح نحكي عن عم بحكي عن كل شيء أنت صار معك. وأخيرا ليس آخرا تعيين أكرم الحلبي عضوا في لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي فيبا لولاية 4 سنوات، وذلك في 23/9/2023. هولي نبذة عن أنت وإعادة انتخاب نائب رئيس اتحاد آسيوي مرة جديدة، مرة جديدة لأربع سنوات. طيب اليوم أنت نائب الأول رئيس اتحاد الآسيوي، عضو لجنة مسابقات اتحاد دولي فيبا، رئيس اتحاد لبناني لكرة السلة، كل هالعناوين الإنجازات، أنت اليوم أنجح رئيس اتحاد كرة السلة مر بتاريخ لبنان؟ أنا ما فيني أقول عن حالي هيك وما بسمح لحالي أقول عن حالي هيك، لكن فيني أقول عن الاتحاد أنه هذيك اليوم عملنا جردة، طلبنا من شخص بيشتغل بالاتحاد أنه عملنا جردة بالقارن بين الاتحاد الاتحادات المرأة قبل والاتحاد اللي مرأ هلأ يعني الفترة اللي كانت قبل سنتين. أوكي. يعني طلع معنا أنه أكثر اتحاد عايخد ألقاب بتاريخ لبنان هو الاتحادات اللي أنا كنت بترأسها. أوكي. يعني طيب عندك الفئات العمرية، عندك بطولة المدارس، عندك تخريج الكوتشية، هلأ في عندك أكاديمية رح تفتح، يعني في كتير أمور صارت. يعني تخريج حكام قد ايه كان صار له الاتحادات مش بخرجين حكام، انت بطلعت حكامنا بجننوا عسلمتهم، بس حكامنا اليوم كبروا بالعمر. صحيح. اليوم احنا بعد 2 و3 و4 ماكسيموم بيكون وصلنا مرحلة ما بقى لنا حكام، هون ساعتها بدنا نستعين بحكام من برات لبنان، ومن برات لبنان يعني من آسيا، نحن ما لنا حق نستعين من أوروبا ولا من غير بلدان. عشان هيك اليوم نحن أول مرحلة عملنا 24 حكم، تاني مرحلة 47 حكم خرجنا، واليوم هلا مبدئيا رح تبلش دورة جديدة بحدود ال 65-70 حكم كمان بده يبلشوا يدرسوا. يعني اليوم نحن نكون أملنا استمرارية بالتحكيم بنوعية كتير جيدة عم بيشرفوا عليها الحكام الحاليين لمستقبل تحكيمي بلبنان مثل ما بيستاهل. طيب أنا سؤالي، طب الاتحادات اللي قبلنا ليه ما اشتغلت على الحكام؟ ليه ما عملت فئات عمرية؟ ليه ما اشتغلت على الكوتشية مثل ما عم نشتغل بهالطريقة اليوم؟ نحن اليوم نحن اكتشفنا في عنا مشكلة بالكوتشية، اليوم بدنا نحن ننتقل لمرحلة أعلى ونقدر هالكوتشية اللي عندنا نطورهم بطريقة أكتر ونتخرج كوتشية جديد بطريقة محترفة أكتر حسب قوانين الفيبا، حسب الستاندر الأوروبي والأمريكاني، لأنه نحن اليوم عنا عطاءات موجودة لكن التعليم عنا بعد مش على قد مستوى. صحيح.
طيب قبل ما أكمل أنا وياك بالحلقة ونحكي عدة أمور وحصيلة كرة السلة ب 11 نوفمبر 2022، خليني أعلم بس عن الفائز. عم نعمل مسابقات نحن، طبعا الفائزة هي ميسلون حايك، طبعا ربحت ميسلون 2 تيكس لمباراة لبنان والبحرين بمجمع نهاد نوفمبر ب 26 شباط ضمن تصفيات كأس آسيا. الجواب هو كان طبعا ضيفنا علي منصور، والسؤال كم لقب علي منصور بحان مع النادي الرياضي بيروت؟ الجواب الصحيح هو 8، بس ما حدا جاوب 8، كلهم جاوبوا 7 أو 6. اللقب أو الجواب اللي ما حدا جاوبه هو بطولة لبنان أندر 23 علي منصور كان ربحانها. كرمال هيك ميسلون جاوبي مبدئيا 7، بس مضطرين نربح حدا، ميسلون هي الربحانة 2 تيكت. أكرم بريزيدان، كنت عمل لك ب 11 نوفمبر 2022 حصيلة كرة السلة على الشكل التالي، كانت لبنان وصيف بطل آسيا للرجال، صح، لبنان بطل عرب للرجال، لبنان إلى كأس العالم دون 16، لبنان إلى كأس العالم دون 18، لبنان بطل غرب آسيا دون 18، لبنان كأس العالم للمرة الرابعة بيتأهل، لبنان يعود إلى اللائحة A لدى السيدات. بيطلع لك واحد بيقول لك اتحاد فاشل واتحاد العار. طيب لا، بعض قالوا انه اتحاد لبناني ما عنده دخل بالمنتخبات الاندر 18 والسكسين، الاهالي هن بيرجع لهم الفضل، الفضل مش للاتحاد. شو ردك قبل ما اسالك عن المنتخبات؟ ليك هيدا كلام بيضرب تاريخ اللي عم بيقوله، وبيضرب تاريخ اللي مطلعه، لأنه إذا هذا الكلام صحيح يعني كل اللي صار بتاريخ كرة السلة اللبنانية ما حدا له فضل فيه، لا رؤساء أندية ولا رؤساء اتحادات ولا شيء. الفضل لمين؟ للأهالي. طيب أنا أكمل اليوم. طيب إذا ما له فضل الاتحاد، طيب مين جمع هالشباب؟ مين أمل لهم تمويل؟ مين أمل لهم لوجستي؟ مين أمل لهم السفر؟ مين أمل لهم المدرب؟ مين أمل لهم المشاركة؟ مش الاتحاد؟ ما له فضل الاتحاد؟ القرارات اللي أخذها الاتحاد كانت صعبة، بتنقيته إن كان للكوتش أو بتنقيته للسيستام، لا 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 لا، لحتى وصلنا لهون. ما له فضل الاتحاد، له فضل ونص. هلا اللي عم بيحكوا هيك، واللي عم بيحكوا يعني اللي عم بيطلعوا هالأخبار، اللي مش حابب نجاحكم، هو اللي أشخاص تاريخهم مزور وهني ما لهم فضل بأي لقب أخدوه. وفهمك فيه، رح تكمل تشتغل على المنتخبات بنفس الطريقة اللي اعتمدتها تقريبا من 4 أو 5 سنين؟ أي منتخبات؟ يعني خليني بلش لك بالمنتخب الأول، بهم كل الجمهور اللبناني. بعرف أنت تشتغل على المنتخبات صغار وهدفك منتخبات صغار، هن الجيل اللي قدام، بس المنتخب الأول ضو عليه أكثر شيء. رح تضل تشتغل، يعني كنا نشوف منتخبات القبل عم بيعانوا من عقود رعاية، عم بيعانوا في أوقات ما كنا نطلع نشارك. اليوم بعهد أكرم حلبي الشعب اللبناني ما عم يعطي الهم المصاري من ناحية، صح، ما عم يعطي الهم مجنس، بس أنت بعد عندك هالزخم أنه إيه لا بدك تشتغل، بدك تجيب مجنس ولا أكيد لا؟ أكيد تبي، صار عندنا زخم أكبر اليوم بعد المشاركة بكأس العالم بالمنتخبات كلها. قدرنا كشفنا شو المشاكل اللي عنا إياها واللي لازم تتزبط. هلا بالدعم المالي، ايه نحن اليوم مثلا السي اف اي جددنا العقد معهم على 4 سنين، القميص من قدام. اليوم عنا لتقريبا قبل 2024 عنا سبينيس على الظهر، وفي عنا اليوم الشورت هلا عم نسعى لعرضه كمان وبيعه. اليوم التحفيز اللي عنا ايه هو الفئات العمريه، منتخبات الفئات العمريه. اليوم انتخابات الفئات العمرية صحيح شاركت بكأس العالم، وصلت بكأس العالم، لكن نتيجتها ما كانت منيحة. وهون أنا لا انتبه، لا بدي لوم لا اللعيبة ولا بدي لوم الكوتشية، هيدا مستوينا، هيدا مستوينا الحقيقي، وما نكذب على بعضنا. اليوم نهار نطلع، يعني ساعة اللي عم نطلع بالصورة الحقيقية تبعيتنا بمستوينا الحقيقي ونحدده، نقدر ساعتها نتطور. هيدا نحنا اليوم، نحن دائما بنقولها، نحن عم بيقولوا عم ننافس باسيا او بغرب اسيا، لكن نحن ما عم ننافس ضد مستوى اوروبي او ضد مستوى امريكاني. اليوم انت بتعرفوا انه اليوم كل المنتخبات اللي راحت على كاس العالم من اسيا كانت نتيجه نفس الشيء،
ما حدا عمل اي انجاز. شوي اليابان قدروا زمطوا ايه عم يلعبوا على ارضهم، الامكانيات طويله عريضه، لكن الصين الباقيين الفلبين كله كان نفس النتيجه. اليوم لازم نغير استراتيجية تبعيتنا ونغير البوصلة نزيحة. اليوم لازم نشغل على الفئات العمرية. اليوم ضروري ضروري بالفئات العمرية نستعين بخبرات أجنبية وخبرات أوروبية. نحن لازم نقرر شو بدنا، أي نوع باسكت بدنا نلعبه، أي كاركتر، شو بدنا نخلق. هون بدنا نقرر وبدنا نستعين بخبرات أجنبية، لأن نحن بحاجة لخبرات أجنبية. مش عم قلل من قيمة دربينا، بالعكس. حكيت عن ورشة عمل أنت صح الفئات العمرية مدرب أجنبي بلشت فيها. بلشنا مفروض جمعة الجاي يكون يعني بلش، يعني مبدئيا نيجي مدرب أجنبي أو مدربين يستلموا منتخبات الأندر 12 أندر 14 أندر 16 أندر 18. يكون في تأسيس صحيح مع انتبه من أنا جرب نحن نخلط بين المدرب الأجنبي مع المدرب اللبناني سواء بهل بنكون نفس الوقت عم نطور المدرب اللبناني وعم نخلق لاعبين جديد. نحن اليوم بحاجة نعلم هاللاعبين الصغار يلعبوا باسكت. الباسكت بطل ستريت بول مثل ما كنا مفكرين. اليوم الباسكت صار علم، صار فيه بالأوفنس، صار فيه سيستمات غير. اليوم بالديفنس، اليوم في كتير أمور تكنيك أنا مش شغلتي فوت فيها، لكن تحولت لعلم. طبعا. اليوم نحن واجباتنا نحول كرة السلة اللبنانية تشتغل بطريقة علمية لحتى نقدر ننافس. اليوم ما حدا نقول لي ايه انت قلت هيك بكرة جمعة الجيزة لعبنا ويندو وخسرنا الله يقدر، او لعبنا كذا يقول انت ما قلت هيك. يا حبيبي هيدي مش اكرم حلبة، ايام اكرم حلبة حتبين نتيجتها. هيدي بدها تبين بعد 5 و6 و10 و15 سنة كيف صار بصربيا، كيف صار بكل هالبلدان تقدمت. هيدا اللي لازم نشتغله، غير طريق ما فيه. اوعى حدا يكذب عليكم، اوعى حدا يقول لكم خبريه نحن بنعمل ونحن بنساوي. هي نفسها لو رحت 600 كامب، لو لعبت 600 مباراه، تاسيس غلط. بدك تاسس صح وبتنطلق لكره سله صحيحه. صحيح. قبل ايام التصفيه كاس اسيا ويندوز سوريا 23، البحرين 26 بلبنان. شو يعني شو بتوعد اللبنانيين كاس اسيا؟ نحن وصيف البطولة شو ممكن تعدون؟ ممكن طريق التصفية طويلة، نظام جديد، نظام جديد. اليوم طريق طويلة، لكن نحن بدنا نتحضر ورح نتحضر. ولا في دورة دولية رح تصير بلبنان، هيدي رح تكون مثل ما بقولوا مقدمة لبطولات غيرها مع الأندية وغير الأندية بدها تصير بلبنان. أوكي. اليوم نحن عنا هدف اليوم، بس أنت عايش كمان بلد منه طبيعي بقول لك يا نحن بحاجة ليكون عندنا مجنس جديد. ايه نحن بحاجه لمجنس جديد. اليوم عم نشتغل لنقدر نلاقي مجنس، لنلاقي كمان لطريقه لنقدر ناخذ الموافقه بتجنيسه. في امور كثير عديده لحتى اذا وصلنا ان شاء الله بنوصل على كاس اسيا نشارك بقوه. في كله عم نشغل عليه، بده وقت. ما تنسوا انه نحن منا عايشين ببلد طبيعي، وما تنسوا كمان انه في كتير ناس عم يحاربوا كرة السلة اللبنانية. جنس جديد، صرفتوا النظر عن سبيلمان؟ ما صرفنا النظر عنه، ما بس نحن بحاجة يكون عندنا كمان بلان بي عطول. يعني يكون عندنا 2 3 4 مجنسين، شو اللي بيمنع؟ وبعدد من البوزيشنز. طيب كأس بيروت وين رح تصير؟ انه هاد نوفل كان بجبال مكان؟ لا بغزير، بغزير وقسم بجبال. اوكي. انبسط بجبال، طبعا دعاية. قسم للمباريات حيكون بجبال، قسم بغزير ان شاء الله. منتخبات مبدئيا يعني في، بس شفنا الاسامي اللي ما بيتابع كرة السلة بقول منتخبات تواضع، بس لا في منتخبات منيحة. العراق كمان منيح، الكويت منيح. كيف شفت التحضير؟ منيح بالنسبة اخي مش هيك اليوم التحضير ايه جيد. ما تنسى انك انت ظاهر دغري من الدوري وفايد دغري عليه، يعني منك جايين لعيبتك صار لهم شهرين بالبيت. اليوم اللعيبه ان شايب، اللعيبه جاهزين. هلا المهم النفس. هيدا انا اللي سأل انه جاد رح يقدر يعمله. هل ساكي التجديد لجاد الحاج كان صعب؟ وكان يعني في نقوله كان شاك. هل صحيح انه كنت رايح مدرب اجنبي بحال فشلت المفاوضات مع جاد الحاج؟ اكيد بنروح على مدرب اجنبي او غير اجنبي حتى. الالترناتيف على طول موجوده. يعني بيقولوا منتخب لبنان هو ماشي، الاتحاد ماشي، ما بيوقف لا على رئيس اتحاد ولا على مدرب ولا على شيء. الامور ماشي، باسكت ماشي. ما بنتفق مع فلان، في الالترناتيف على طول بنشتغل على الالترناتيف.
ليك وراوي إذا أنت من الأشخاص المتابعين، أنت بتعرف أنه بهالاتحاد اللي قبله يمكن من الأيام القليلة اللي كان فيها استابيليتي بكرة السلة اللبنانية، ما في لا مشاكل بالاتحاد، لا في مشاكل بين الاتحاد والأندية. قبل كان دائما هذا بيعلق مع هذا، الاتحاد هذا بيعتكف، هذا بيروح على البيت، هذا بيزعل، هذا بوقف، هبطلوا يجتمعوا، هذا رئيس نادي بيطلع بيسب رئيس الاتحاد. اليوم في علاقة عائلة مع رأس الأندية، اليوم المشاكل بتنحل بعد التليفون، بتنحل بطريقة صحيحة. في مشاكل القانون بيحكم بناتنا، اليوم صار في استابيليتي بكرة السلة، وهيدا اللي خلى اليوم كرة السلة تصير هي استابيليتي، مش تفكر غير شيء. طيب خلينا نضل بالمنتخب. نورفرد بيل، ليش نورفرد بيل مش سبيلمان؟ قرار جهاز الفني، قرار جهاز فني، انا ما بدخل فيه انا. اوكي، تجربة سبيلمان كيف شفتها كمتابع؟ هيك سبيلمان لاعب كبير، انتبه وقت يقرر يعطي بيعطي، بس ليك للتاريخ يعني قبل ما كنا عم بصدد تجنيس سبيلمان، كنت بزيارة ل مدرسة المركزية بجونة مع مجتمعين مع الأبونا سعادة، لي سعادة، عم نحكي قلنا له المجنس، سألنا مين المجنس، قلنا له سبيلمان، قال لي أنا بعرفه. قلت له ما بتعرفه؟ اللي كان معي بالجامعة بأمريكا. قلنا له إيه شو رأيك؟ قال لي لا، لعيب كتير كبير، بس انتبهوا عنده تندانس إنه بينصح بسرعة. قال له معقولة عم تصير هيك؟ وإفكتيف ما هيدا اللي صار. ها انتبه، سبيلمان إجا على لبنان وطرحت انا، حكيت معه بجاكرتا انه شو بيك، شو عم بصير، ليه ما عم تلعب، ليه ما كذا، وحسب ما عرفت اعترف قدام كل اللعيبه انه هو كان جاي على لبنان، انه شو لبنان بلد صغير، وانه بعمل لي قرشين وبحمل حالي في الفاكانس يعني. وصل على لبنان وشاف هالباشن وهالجمهور وهالفانز، استقبلوه وبعثوا له مساجات وكذا، ضاع وكان اوفر ويت، وهيدي غلطه بعتبرها، هيدي غلطة. هل بتوقف عندها هون غلطة مين؟ ليك ما بدي اقول انه رئيس الاتحاد ما بيتحمل هذا، في اشخاص معنيين بهالموضوع كان لازم يتابعوا كمان اكثر، بس كمان شو قادرين يعملوا؟ شو بده يتصور على الميزان؟ اشرف سمارة كان عم بيلعب بكوريا، كان على اساس مكسر الدنيا، وراح على بلده على اساس شهر زمان، فجاه رجع هيك يعني. كيف بدك تتحمل مسؤوليه؟ شو هو بيتحمل مسؤوليته؟ هو بيتحمل مسؤوليته. قد كلفك مصاري؟ ليك المنتخبات كلها سنة الماضي كلفت بحدود 950,000 دولار، اندفعوا كله من دون ايدين. هو قد ايه اخر منتخبات كلها سوا؟ انا اوكي عرفنا، بس بارت المجنس. ليك ما حلو نحكي مبالغ اليوم هيك، خاصة انه في ناس قاعدة بلا اكل، وناس خسرت مصرياتها بالبنوك. خلينا يعطيك ألف عافية، أنا قلتها أول حلقة وبضل كررها، أنه المنتخب بعهد أكرم حلبة ولا مرة احتاج شيء يعني. مش بعهد أكرم، عهد هيدا الاتحاد اللي بيضم بطريق حود، شرب الرزق، بيضم هشام جرادي، سامي ناصر، تمام جرودي، فيكان شرجيان، هايك، ما بدي أنسى حدا يعني، ما بدي أنسى حدا، ودومة كليب. هدفنا بكأس آسيا، ما قلت لي شو هدفنا؟ رح نرجع نعيدها نروح فينال؟ أكيد هدفنا نوصل فينال، أكيد هدفنا نوصل فينال، لكن شو الله يعني بيوفقنا، وكيف نقدر نطور حالنا، كيف نقدر نعمل أبغريد للمنتخب. اليوم في كمان هيدي، كان المدرب كان حابب يشارك وشباب جديد يعني، مثل جهاد الخطيب وفي شخص حبحب ويوسف خياط يرجع يجي ينضم للمنتخب. مع الأسف ثلاثتهم ما قادرين يجوا، استدعيناهم، استدعينا جهاد الخطيب ما قادر يجي، يحو بكندا، حب بأمريكا مدري شو عنده، يوسف خياط ما في يترك الجامعة. هاي الجامعة عنده ما بعرف أنا شو قصتها، لا ما في يتركها بكل الأحوال. طيب بس منتخب بلده هذا بالنهاية، هذا منتخب بلده ليوسف بالنهاية، بكرة بتخلص الجامعة ما بيبقى له غير بلده، منتخب بلده مش هيك؟ ومع الأسف عم بسمع أنه بيصلي أخبار أنه ما عم بيلعب كتير دقايق. إيه مش كافية، بس أنا ماشي كان، بس حرام روح على حاله كأس عالم يعني. يوسف روح على حاله كأس عالم. ريحة الأولية فيها مفاجآت ولا لا؟ بقرأ لك إياها عم أهلا، ما عنديش مشكلة بقرأ لك إياها. ما سربت على الإعلام بعد؟ ما سربت؟ أنا ما بسرب، لا النمر اللي بيكتبها اكتبها حضر النمر، صورة تتكلم.
ما في مفاجأة. سيرجو درويش، علي مزهر، جيرار حديديان، وائل عرقجي، علي منصور، أمير أوكي. سعود، كريم زينون، هايك، بوبو، نورفيل بيل، كريم عز الدين، جاد خليل، وعمر جمال الدين. هول ال 12 اوكي. لكن ما فيها مفاجآت مثل جهاد او غيره، ما استدعاهم بس ما قدروا يجوا. لا 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 تصورك لو طيب ليه بدك تصورنا هلا بناخذ صوره بالاخر اوكي جنب. فرجينا الصوره. لا خلص ما بدك تفرجينا اياها. لا كمل يا طيب. سألناك عن طيب كمان في أسئلة كتير رح أسألهم بعد شوية. لاعبين أصول لبنانية، أنت حكيت عن حبحب وغيره من اللاعبين، إذا في تواصل معهم. بكير أحكيك عن تصفيات الأولمبياد، المؤهل الأولمبياد. نحكي فيها، نحكي فيها، بالعكس نحكي فيها. شو الأكسبكتيشن، شو توقعاتك؟ عالية مش عالية؟ بس لا 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 راوي، خلينا نكون واقعيين ويعني ما نضحك على حالنا. اليوم نحن رايحين نشارك، بس بالنهاية في واحد بيطلع من هالمجموعتين الموجودين اللي هي إسبانيا. طيب. مش هيك؟ أقوى منتخب واحد. هل أنت برأيك إنه إسبانيا ولاتفيا وهولي نحن نقدر نقطعهم؟ بدك نضحك على بعضنا؟ وبعدين عم تلعب وين؟ بإسبانيا. اليوم نحن إكسبكتيشن تبعنا إنه نقدر نربح على القليلة مباراة. وبليز الشعب اللبناني كله سوا، نحن هيدي الإكسبكتيشن تبعيتها نقدر نربح مباراة ضد أنغولا، بقول لك إياها بكل صراحة. طيب. اما الباقي فهو كتير صعب. نسوق مثل مش نسوق، كتير صعب. خلص ها هي هيدا مستوينا، ما نضحك على بعضنا ورح نعمل مستحيل حتى يكون الصوره حلوه. بس اليوم انت رايح تلعب ضد اسبانيا باسبانيا. صحيح. اذا بدنا نفكر بريزيدان، مش بس اروح على كاس العالم اليوم رايح، نروح ونتأهل دور 16 وغيره. هذا قلت لك قبل قد ما بدنا وقت، بدنا على الاقل 10 سنين، 5 إلى 10 سنين. يعني نعمل كيف عمل المغرب بالفوتبول، وصل نص نهائي، مش بس تكون مشاركتنا للمشاركة تأهلنا. بدنا ليك هي بدها تصير تبين مع وقتها. يعني بكرة وتصير عندك لاعبين انت بيلعبوا بأوروبا، لاعبين بيلعبوا بالNBA اللبنانية، هون بتكون بشائر انه انت بدك تروح على كأس العالم تعمل نتيجة. بس خود المنتخبات اللي عم تلعب ضدها بكأس العالم. طيب. مثلا منتخب فرنسا كم واحد عم بيلعب NBA وكم واحد عم بيلعب إيروليج؟ لاتفيا كم واحد عم بيلعب إيروليج وكم واحد عم بيلعب NBA؟ كندا كم واحد عم بيلعب NBA؟ طيب هون الانديس تبعك اليوم انت لعيبتك وين عم بيلعبوا؟ بلبنان. اذا راحوا بيروحوا على وين؟ بيلعبوا شوي بسوريا او بيلعبوا شوي بالعراق او بالكويت. ماشي، بس هيدا مش معناته انه انت قادر تروح تضرب تلعب تغلب لاتفيا او كندا. منا مسحة، الجماعة عندهم خيف دعم. في عندك دولة اليوم مثلا منتخب لاتفيا هيدا على عاتق الدولة. اليوم بيرك تعب بحكي مع شخص في هيدا المنتخب اللي كلهم صاروا يعني يتمسخروا على الشباب تبعونا تبع اندر 18 كيف خسروا قدام اسبانيا. يا حبيبي منتخب اسبانيا الاندر 18 البادجت السنوي تبعه 6 مليون يورو. هولي الاولاد اللي شفتون هاللي غلبوا اولادنا، هولي ماخذين من الدوله ومن الاتحاد الاسباني كل السنه من اول السنه لاخذها حاطينهم بجامعات خاصه. هيدي الجامعات بيقع من على بكره بيتمرن باسكتبول، بيروح بيدرس بيرجع بيتمرن باسكتبول، في دايتيشن لحقته، في عندك 100,000 شغله. مش شغلته هيدا الشهاده، بخلص المنتخب رايح يلعب برشلونه، رايح يلعب ريال مدريد، رايح يلعب اوروليج. جايين عم بتقلي عم بتقلي عم تتمسخر على عيب بيلعب باسكت مرتين بالجمعه عنده 100,000 شغلة، بيروح على المدرسة والدولة ما بتطلع فيك بتحاربك، وزارة شباب الرياضة بتحاربك بلبنان. جاي تقلي انه عم تتمسخر على منتخب خسر قدام اسبانيا؟ يا عمي روق شوي، خلنا نقتنع بحالنا شو وضعنا نحنا، وعلى اساسه نبني كرة سلة صحيحة. بدنا وقت وبلشنا نبني، بس بدنا وقت. والاندية انتبه اليوم الاندية كمان مقتنعة بهذه الخطة وبلشوا يشتغلوا. اليوم في كتير أندية بلش تجيب خبرات أجنبية مثل الهوبس، خليني نسميها مثل الهوبس. قبل NSA كمان جابوا مدرب رجع فل، بس هلأ رجعين جايبين. وأنا معارف أنه كمان في غير أندية عم يخلطوا هالخبرات الأجنبية مع اللبنانية حتى اللبناني كمان يستفيد المدرب واللاعبين تبعونا يتعلموا يلعبوا باسكت بول. وزير شباب الرياضة أول ما تم تسميته كان محسوب على ما تدخلني بسياسة ليك. راوي تعطي لك شغلي، أنا أكرم حلبي رئيس اتحاد كرة السلة
انا محسوب على الرياضه اللبنانيه كره السله اللبنانيه برات الرياضه شو بده بالسياسه السياسه لوحده. بس اليوم انا كرئيس اتحاد ما بسمح تدخل السياسه بالاتحاد اللبناني كره السله. ممنوع اي شخص معتبر حاله عراب او غير عراب او رئيس هيئه رياضيه او رئيس مركز حزبي او رئيس شو بسموها مكتب رياضه باي حزب يتدخل بكره السله اللبنانيه. وهيدي من وقت ما جيت كرستها وماشي. قبل يمكن كان في تليفونات يكلوها يطلع هيدا ظهر من الجلسه هيدا يعطيكي فهيدا كذا هيدي لا ما في بدها. اليوم كره السله اللبنانيه هي لكل لبنان، ممنوع تدخل السياسي فيها. طيب اليوم وصل على انتخابات انت تقريبا بعد اقل من سنه بدها ترجع تشتغل التليفونات السياسيه بشك اللي ليك اللي بده يشتغلها بالسياسه. في ناس عم جرب تشتغلها بالسياسه بده يخسر. ما نشوف مين بدي ترشح هلا، كيف بدنا نشوف مين بدي ترشح. في حرتقات صغيره ايه حرته ما في مشكله، بس عظام بالطنجره عرفت كيف. عم بحرته بس تكون له محل بال يعني بالصوره. لكن انا برايي بعد بكير الانتخابات، انا بعد لهلا ما قررت اذا بترشح ولا لا. سؤال، انت حابب تكمل؟ بعد ما قررت بصراحه ما قررت. اليوم في اليوم انا عندي في عندي حلفة من الاندية بدي اتشاور عليها كمان. وضع السياسي كمان اهم من هيك، اهم من هيك. شو هي مين الاشخاص اللي بيكونوا معي بالليحة؟ بدي افكر فيها، بدي شو. من اليوم في حلفة، انتو يا حلفة اذا بدنا نرجع مين بكون ترشحوا لي؟ انا اليوم اذا بدي اترشح بدي ناس تجي تكون عم تشتغل معي فول، لانه اليوم قادرين وبلشنا نشغل نغير اشياء كتير بالاتحاد وهذا. بس اليوم في عده امور كبيره. بس انا برجع بقول لكم وهيدا تمنياتي من كل الانديه، اوعى تغلطوا الاغلاط اللي كنتوا تغلطوها قبل وترجعوا تصدقوا الاشخاص هاللي وصلوا كره السله لقبل ما نستلم، من افلاس، من عدم اجراء دوريات الفئات العمريه، من عدم الاهتمام بالحكام. هني زيتون هولي سماسره، هولي سماسرة، هولي كل أربع سنين بيقول لك لازم نعمل معركة مشان نستفيد برشين، بيقعدوا الأندية بيعطوا للنادي مثلا هالقد بس هنكون أخذين هالقد. هولي السماسرة الفزون، نسوء أكرم حلبي بس الفزون. اليوم كرة السلة اللبنانية صارت بغير محل. اليوم كل رئيس نادي وأمين سر وعضو هيئة إدارية بالأندية اللبنانية تبع كرة السلة إلى الشرف وبتفتخر ان هي منتسبه للاتحاد اللبناني لكره السله اللي عطى الامل للشعب اللبناني. صحيح. وهل اليوم كره السله اللبنانيه اكثر لعبه شعبيه بلبنان؟ صحيح. اليوم خي اللي بس شوف مين عم بيحضر قد النسبه اللي عم يحضروا شو اسمه تقول لك كره السله يعني الشعبيه الاولى بلبنان. ليش في ناس بينقهروا؟ لا مش مزبوط. تقول لك شو اليوم النقل التلفزيوني قد ايه قيمه العقد التلفزيوني تبع كره السله؟ قد ايه قيمه غير العاب؟ اليوم وقت ينزل يكون في ماتش لمنتخب لبنان كم واحد بيركض وبيحضره وكذا. ثالث شغله انديس اهم من هيك، سبونسر. شوف عدد الشركات اللي بتعمل سبونسر بكره السله اللبنانيه ان كان انديه او منتخبات او غير شيء، وقارنها بغير العاب مين بيكون الاول؟ اكيد من العالم. طيب على نجاح اللعبة. اليوم يعني عندك شيء نجاح. اليوم نحن بنفتخر بكره السله اللبنانيه. اليوم بتطلع بالميدل ايست بيطلع لك دعاية كرة سلة، وين ما بتروح كرة سلة، بتمشي على الطرقات كرة سلة، الأولاد كلها عم تلعب كرة سلة، الأكاديميات زايد عدد الأولاد عندها، في ألعاب كانت شعبية، فلوا الأولاد عم يلعبوا اليوم باسكت بول، بتضيع بتبقى قاطع بتلاقي العالم عم الأولاد عم بتطج، شو معناتها هذا كله؟ اليوم نحن طالعين بعصر ذهبي لكرة السلة اللبنانية، أوعى تخلوا حدا وتصدقوا يرجعكم لورا، مين ما كان، سوء أكرم حلبي بقول بس اوعى ترجعوا تغلطوا هاي الاغلاط، وما بقى تصدقوا هول الناس الجايين بس بده يقعد على المركز وهن كسلانين. بينتوا الانتخابات كسلانين، ما بنعرفهم تاريخهم وين كانوا، كل واحد معروف تاريخه هون. برايك الوضع السياسي بالبلد، ما عندي بردك على السياسه لان هالنقطه كثير مهمه، قبل ما اروح على الدوري اللبناني قبل ما اروح على فقره الصور واسئله الجمهور، برايك الوضع السياسي بالبلد ما حيشكل عليك مثل ضغط بمكان ما قبل الانتخابات؟ يعني حكيها بصراحة. هذا في مسمار إيه كم؟ لا 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 أبداً أبداً ما في مسمار ولا شيء، بس أنا عم بحكيك إياها بصراحة. أنا حريص إنه لا لا أنا أجاوبك بكل صراحة. يعني سألني شو اليوم صار. ما تستحي لا لا اليوم مش مستحي ما تتوتر، سألني إياها مثل ما هي مش مستحي. اليوم أكرم حلبي قريب جداً من تيار وطني حر. صح. اليوم المعركة السياسية بالبلد هي معركة حركة أمل،
تيار المستقبل، قوات لبنانية، هول إذا كاتروا عليك ما حيأثروا عليك بانتخابات كرة السلة؟ هذا سؤالي. هيك قال لك شغل اليوم، أنا برجع بقول لك قلتها قبل، اليوم أنا محيد الأحزاب عن كرة السلة. هلأ حسب، هلأ بدي أكذب عليك قال لك بعمل بوينتاجاتي، لا بعمل بوينتاجاتي، بعمل بوينتاجاتي على طول وبضل مراقب شو عم بيصير. أنا برأيي اليوم القوى الحزبية لم تعد تتمتع بالقوة الانتخابية داخل اتحاد كرة السلة. اليوم الأندية هاللي بهمها كرة السلة هي عند الأج على الأحزاب، على الأحزاب. هذا شيء صح. هلأ إذا بدون يتحالفوا بالسياسة مثل ما عم تذكر، شو بدي أعمله أنا؟ هذي بتكون عم يحرقوا كرة السلة وعم يخسروا هني. طيب قبل ما نروح على الدوري خليني نروح على فقرة الصور، بس كمان قبل الصور بدي أقلن طبعا مثل ما قلنا في مسابقة جديدة. ليك بس أعطيني شغلة غير حطت إيدها السياسة فيها ما خربتها. أعطيني غير رياضات، أعطيني غير رياضات حطت إيدها السياسة شو عملت فيها؟ ولا شيء. نحكي في أسئلة كتير في بعض الأشخاص سألينك، خلينا خليها لوقتها بس هيك أحسن من نحرق المراحل. خلينا نقول سؤال هالأسبوع من المسابقة، طبعا اللي بيحزروا بيربحوا، رح ربحوا كمان تذكرتين على مباراة لبنان والبحرين ب 26 شباط، 26 صح؟ نعم 26 شباط لبنان والبحرين. السؤال هو منتخب لبنان لكرة السلة شو هو المركز الأدنى اللي وصل له؟ يعني نحن أدنى مركز وصلنا له بتصنيف الفيبا شو هو؟ اللي بيعرف الجواب طبعا يكتبوا على يوتيوب شانل انت الحكم مع لايك وطبعا سبسكرايب لشانل انت الحكم. رح نروح اليوم نحن شو تصنيفنا؟ 33 28 28 وين كنا وقت استلمت بالخمسينات؟ كنت بالخمسينات صح. طيب هيدي مش هيدي مش بتفيك تزيد على الانجازات للاتحاد كمان؟ صح. طيب الحمد لله، قول الحمد لله. مشان هيك عم بقول لك بعده السياسة عن كرة السلة ونحن بألف خير. نحن 28 مش 33، 28 اليوم نحن. طيب جانا على العشرينات يعني بعدنا شوي صغير بنرجع افضل من مركز هداك. ما تقول الجواب لو سمحت للعالم يحزن. ما نقول ما نقول. طيب نروح لفقرة الصور، فين نروح لفقرة الصور؟ خلينا نروح ل الصور المتحركة ولا لا لا صور عادية. فين نروح لفقرة الصور؟ الصورة الأولى هي وحدة الحكمة. لا هاي الحكمة عندك على شمال، الحكمة 2000 والرياضة هيدي السنة. برأيك أنت الفريق الأكثر هيك فينا نقول كمالا أو بعرف بتحبوا اثنيناتهم وبعرف اثنيناتهم جابوا المجد للعبة كرة السلة بلبنان، حكمة 2000؟ ليك ما فيك تقارن من راوي كل جيل. لا مش أول شيء كل جيل شيء، كرة السلة بالألفين كانت شيء وكرة السلة هلأ صارت شيء تاني. الأكيد الأكيد اللي بيجمعهم أنه هن اثنيناتهم جابوا أمجاد لبنان والرياضي بعده عم جيب أمجاد لبنان. وكمين ما فيك ما يعني تطلع بتلاقي اللي مشنطف. صح. يعني اللي أنا برجع بقولها قلتها وبرجع بقولها، أفضل لاعب بلبنان بالنسبة إلي قطع بتاريخ لبنان عندك بولس بشارة الشدياء، هذا ياسر مش هيك دخلك ما عم بقش على بعيد، هذا ياسر فادي دخلك، فادي دخلك مين مبين ما عم نقش عن نوني شارلي سعد. طيب كلها هالأسامي كلها تاريخ لبنان، يعني تاريخ لبنان. وهلأ تاريخ لبنان عم ينكتب مع الرياضة، إن شاء الله كمان برجع بينكتب مع الحكمة، برجع بينكتب مع الشانفيل، برجع بينكتب مع الأنترانيك، مع الهوميتمن، مع الكل. أنا بالنسبة إلي هولي كلهم أنديتي. عليتك منيحة بالناديان أنت اليوم. إيه صح صح. روح للصورة الثانية، منتخب لبنان 2006، منتخب لبنان 2022، هذا بيعني لك. فيك تسميني منتخب لبنان 2022 2006؟ سميني بليز. مبراين بشارة، بول خوري، علي فخر الدين، فادي الخطيب، صباح خوري، روني فهد، حسين توبة، ليك أنا كمان بعيدة علي الصورة، علي محمود، قلت بول خوري. هذا المنتخب كمان عندك ليجند تبع لبنان، فادي وروني وعلي محمود و...
هو تاريخ كرة السلة اللبنانية اللي بنفتخر فيهم يعني. بس هذا المنتخب المحبب إلى قلبي أنا هو شهر 22 شو بيك؟ منتخب منتخب هذا هدول بلادي هو إخواتي هو إنجازاتنا هو فخرنا شو شو بدك أكثر منها؟ شو 2022 شو عملنا؟ شو بيك يا زلمة ببلد مدمر صح بلد العالم رايحة مصرياتها كورونا كان ضربة هون وضربة هون شو بدي خبرك انهيار كامل إيش هولي هالكم شاب هولي بوب فوق طق عطوك أمل عطوك أمل تبي أنا هدي ما بنسيها نهار أستراليا أنا بلش أول كورتر سحبوا هي تاني كورتر سحبوا خلاص بعد شوي لا كيف شو صرنا نربح طيب مين هول الشباب اللي رايحين من بلد مدمر ما في بنوك ما في مصارف ما في ما في شيء طيب هذا تاريخ هذا التاريخ انكتب كمان صح مثل ما كان انتخب لا مش هيك حطيت لك صورة لا طبعا تاريخ مشان هيك اليوم انا بدعي الشباب اللي استدعون على المنتخب اما تفوتوا على التمرين او تفوتوا على المباراة تذكروا هاللحظات هيدي تذكروا هيدي اللحظات لانه فيكم توصلوا كمان الصوره الاخيره قبل ما انزل على الدوري اللبناني انطوان شويري هشام جارودي اي رئيس نادي حاليا بذكرك بانطوان شويري وهشام جارودي هذا هذا سؤال غير ظروف غير ظروف ايه غير ظروف غير ظروف بس انطوان شويري وهشام جارودي تتفق معي انه الاعظم اي اكيد اللي بيقطع بتاريخ لبنان لهلا الاعظم يعني. هن كانوا بفتره عند البدايات انت بتعرف دائما اللي ببلش بالشغله هو اللي بياخذ العز يعني طبعا مع تحياتنا للكل حيا بس اليوم كمان ما فيك تنسى انه عندك نديم حكيم صح. عندك احمد صفدي وعندك شخص ما فيك تستهونه ابدا 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 هذي هو جاسم انصو جاسم انصو طلع بلاعيبه المنتخب اليوم ثلاث ارباع مخرج من عنده مبلش عنده اليوم عندك ما بدي انسى حدا انبسط نمر ايه عندك اكرم صفع عم بيضحي عندك ابراهيم نسا مع اكرم صفع عم بيضحي عندك اليوم جيمانو كيان جيمانو ظاهره كمان جيما عم بيضحي كمان بالهومنتمن صح طيب ما بدنا ننسى حدا انتبه ما بدنا ننسى فيكان قد ايه صار له فيكان من تاريخ الباسكتبول اليوم بدك تضيع خبريه بتروح عند فيكان خبرك اياها بيعرف التاريخ كله سوا طيب ما هدول كلهم سوا اليوم كمان بيعملوا باكج بيعملوا تاريخ كله بس انطوان الشويري الله يرحمه والله يطول بعمر هشام جارودي هو اللي يعني بسموه ما بعرف امتان ديناصور تبع 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 اللعبه طيب فين روح على الدوري اللبناني ولا تسمح لي روح على الدوري بدك طيب بس هي ساعة رجع ما سألتك عن ما رح أسألك عن اللاعبين أصول لبنانية إذا في خطة ترجع تجنس السداد أوراق والجنسية ملف كبير هيدا حب كان في تواصل معه حكيها مرة حب مسجل سجلناه وخلصنا خلصين أوراق بس هو أساس جاي يرجع غير رأيه صار عنده فحص من شو بس حب لاعب كمان برأيي أنا حيكون اللاعبين مميزين ونحن على طول عم ننبش على لاعبين بس في اوقات يعني بتلاقي لعيب كتير منيح بس المشكله فيهم انهم اهلهم وقت خلقوا ما سجلون لبنانيه وقطع عمر 16 سنه ما تسجلوا وانت بتعرف قانون الفيبا انه اذا ما عند عمر 16 سنه ما انه مسجل انه لبناني ومطلعين له باسبور او اخراج ايد او تذكره ما فيك ترجع تجنسه في كتير لبنانيه بس هيك عم بيروحوا علينا لانه القانون هيك وانا بقول لك شغله هيدا قانون الفيبا انا ضده بس في وجهه نظر بالفيبا انه طب خلص الواحد قبل 16 ولا بعد 16 وامه بيو لبنانيه او بيو لبناني والان بلبنان طب ما بطل لبناني صح في حدا بتشرفين كمان في عده لاعبين في كذا لاعبين حتى شوف بالبنات قد ايه في لقينا بنت اسمها نيكول عزار عم نجرب نتواصل معها يا ريت هون اذا حدا بيقدر بيعرفها يعني كمان لاعبه سنتر بامريكا كثير منيحه شوف عزة. في عزت عزت انتبه هون بدي تشكر وعزت لفت نظرنا على عدد كبير يعني مثلا زينة الياس خلينا نقول ضميريا زينة الياس هو اللي دلنا عليها عزت وقدرنا وصلنا لها في عندك عدد كبير كمان ساعد فيهم عزت وفي عدد هلا اليوم سامي ناصر بالاتحاد يعطيه العافيه عضو الاتحاد نائب رئيس الاتحاد هو مهتم بهذا الملف وين في حدا بيتابع لهم وراهم بيساعدهم بالتسجيل بالهذا وعم نشتغل تحضيراتنا للتصفيات كاس العالم للسيدات اكيد بقى جورج جعجع
هلا جورج مشغول بالسعوديه مرتبط بالسعوديه يعني بدنا نشوف بدنا نشوف لانه مهمه منا هينه بده اذا يقدر يجي من السعوديه بيروح مو اذا صعبه بعد ما اتخذ القرار بعد ما في حدا بديل يعني اليوم بس بدنا ناخذ قرار نقدر نعمل شيء يعني بالتصفيات حتغير مجنسه ولا كتير صعبه ولا اذا قادرين نغير بدنا نغير بدنا نشوف هلا اذا بقي جورج بدنا جورج شوف جورج شو بده اذا ما بقي جورج بدنا نشوف المدرب الجديد شو بده او المدرب الجديد بعد جورج في حلول يعني في عندك اسامي براسك ولا ما بدك تحكي قبل ما تخلص اذا بقي اسامي شو اسامي يعني حدا غير جورج ايه في اسامي في اسامي في لبنانية ولا لا لا اجنبي اجانب اجانب ويمكن يكون في لبنانية كمان بس في اجانب عم ينطرح اكثر منتخبات سمعتهم عم بيحكوا انت قاطع بالكولوار ما سمعتهم عم بيحكوا بالغلط ما هم بده يخبروك لا طيب دوري اللبناني دوري ناري نظام الدوري احكيك عن نظام مين اول شيء مين مش راضي برايك عن نظام الدوري مين مش راضي قالك في شغل في فرق بين مين مش راضي ومين عطى تحفظاته بالجلسه الوحيده اللي عطى تحفظاته هو الحاج مازن طباره انه كان بده انه مثل ما هلا انه كين يعني 2 بلس 1 ايه اوكي بعدين وقت يوصلوا على السيمي فاينل تصير 2 بلس 1 كل مثل ما اخذنا القرار هلا اوكي هلا مين مش راضي ما بعرف اذا في بعض المدربين عم بسمع انه وقت يخربحوا الماتش بصير النظام بجنن وقت يخسروا الماتش بصير النظام مش ماشي يلا ماشي بس النظام حتى سمعت كوتش فؤاد ابو شقره عم يحكي للمشهد يمكن امبارح عم بقول انه النظام اول ما شافه نايس بس شاف الدوري والعام هيك انه بتشك انت بخبره مدرب فؤاد ابو شقره وبي بالشاربنس اللي عنده اياها طيب لا. اليوم كمان حرجع كررها عندك اليوم بالنسبه للاتحاد الدرجه الاولى شو. هي شو هي الدعايه مثل ما بيقولوا لا كره السله اللبنانيه لتجذب المعلنين لتجذب الاستثمار لحتى تجيب العالم تحضر كره سله تجيب العالم تلعب كره سله الاولاد يلعبوا كره سله هيدي البروموشن تبعيتها اليوم احنا شغلنا بغير محل عشان هيك اليوم نحن بدنا على طول ننبش على التركيبه او النظام الاكثر شيء يعني بيقدر حماس طب انت بتنبسط يعني قبل جربناها بتفوت تحضر مباراه مثلا تخسر 70 نقطه فرق بصير ممل يعني وبعدين عم بتظلم هاللاعبين اليوم اللاعب هاللي يعني مستواه منه كتير وشاب بيبقى طالع عمره 20 سنه 21 سنه مستواه منه بعد وصل للبيك اليوم تجي تلعبوا مع فريق مثلا انه ما في اجانب او اجنبي واحد او اقل هذا اليوم هذا ما رح يتحسن اليوم وقت تلعبوا مع اجنبيين او مع ثلاث اجانب هذا في صار عنده احتكاك حتى لعيبه منتخب لبنان وقت عم بيحتكوا بلاعبين اجانب مثلا مع فريق عنده ثلاث اجانب عم بيلعب ضد سنتر طويل بترينو 17 او مترينو 10 مترينو 15 لاعبين مثلا باوروبا لاعبين بدوريات اسيا اليوم اوتوماتيك ما لاعب منتخب لبنان حي ح ح نظام حالي ما بيضر اللاعب لبنان لا بالعكس 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 ما من عمل له اكريب ده انا اذا بدك هلا وقت نخلص الحلقه بعطيك ستاتستيك انا جبتها طلبتها من دومينيك خليفه اللي بيعمل ستاتستيك تبع الدوري لحتى فرجيك قد ايه اللاعبين المنتخب او اللاعبين يعني الكلاس اي ليست اي قد ايه لعبوا السنه الماضيه دقايق وقد ايه عم يلعبوا السنه وبدي منك تطلع انه السنه عم بيلعبوا اكثر من السنه الماضيه بتفكروا كاتحاد بريزيدون تقلصوا عدد لاعبين نخبه هذا الفريق الواحد لاقل من خمسه رجع بقول لك انا بالنسبه لي ما فرقني معي دائما بقول انه شيلوها الليست انا ما بتهمني انه شو فرقني معي شو فرقني معي اليوم بالثلاث مثل كره نار حملها انت هيدي انتبه هيدي بتجيب لك البهدله كل سنه هيدي بتجيب لك مثل واحد عنده صبي أزعار بينزع الحي كل سنة بيعمل مشكلة بتجيب لك البهد بجيب بهدلة لأهله ليست اي بتجيب لنا البهدلة كل سنة شو ما عملت لك غير استعملت ستاتستيك ولا أخذت اللائحة المطلوبة على المنتخب ولا شو بده يسبوك بيقول لك أنت متطابق مع بيروت أو متطابق مع الرياضة أو متطابق مع الحكمة يا أخي احترنا بيرح طلعت خبرية أنه متطابق مع بيروت وعم تمشي لهم صابت عندهم دانيالا فياض وأنتوا كنتوا بعتين كتاب الأجنبي قال بأن صابت دانيالا فياض حتمشوا أجنبيتين لكن في جلسة مشيتوا أجنبيين لا مش أجنبية واحدة مش هناك ما مش حرزانين هول مش قوص هول حرزانين رد عليهم شرفك إنه حرزانين في قرار طلع أجنبية واحدة طيب والسيد تمام جلودي كان حاضر الجلسة وشاف كيف صارت الأمور يعني ما
في شفافية كاملة، كل واحد عبر عن رأيه، بس في عندك ناس خي بتنبش هذا بنبش لك على السكوب، خي قد ما تنبش على السكوب ما راح أطلع معك. ليش بتهموكم الكرام من بيروت؟ أه؟ ليش بتهموكم الكرام من بيروت؟ ليك بدك إلك إياها بصراحة. بصراحة أقل نادي وأقل شخص بيطلب خدمات من الاتحاد هن نادي بيروت ونديم حكيم شخصيا. نديم حكيم زلمة ما بحياته خالف القانون معنا ولا طلب طلب غير قانوني، عكس ما نحكي هلا، ما بحياته طلب طلب غير قانوني. ودائما وانتبه عليها، انا ونديم ما كتير عطول منيحة، في اوقات نختلف اوقات شو اسمه، بس دائما حاطين حد ادنى، لا هو بينزل عنه لا انا بنزل عنه، اللي هو الاحترام. ودائما المشاكل بتنحل بقعدة بتليفون. وغير عندي انتبه عليها كتير منيحة معه، بس اليوم يا خي في عندك عند الجمهور، عند الجمهور انتبه، اليوم حاطين نديم حكيم وبيروت، بس بكرة إذا إجا نادي تاني خلي اليوم الهومنت من يربح الدوري بيصير أكرم. هذيك يوم شفت في صورة حطوها أنا وجي ماشيين عم نحكي هيك، بعتوا لي إياها حاطين إنه ها قدي عم يعرض عليه وصاري تبيعوا المباراة، بتفهم علي كيف؟ وقت ربح الهومنتمان بعملوا بيير كيخيا مطابق هو وجيمان وكيام، إذا ربح بيروت الدوري بصير أكرم حلبي مطابق مع بيروت. وغير ناس مثلا الحكمة، الحكمة طيب جمهور الحكمة، طيب وقت تكون أكرم حلبي عم بيركض بيقتل حاله مشان نادي الحكمة، مشان يسهل أمور نادي الحكمة، مشان نادي الحكمة يروح على وصل، يروح على بطولة دبي، يعني كل هالتسهيل الأمور. طيب هون كمان شو؟ ما بيشوفوها البعض، انتبه. في أكترية الجمهور واعي وبيعرف، بس في بعض الأشخاص بالجمهور عندهم يمكن ما بعرف حساسية، خي ما بحبك خلص. واليوم السوشيال ميديا كأي واحد بيكتب البدوية خلص، شو بدي أعمل لهم؟ خي أنا عم بعمل ضميري، والحمد لله رؤساء الأندية بيعرفوا الحقيقة والأجهزة الفنية بتعرف الحقيقة وكلهم عم بيشوفوا. اليوم عندك دوريات من أنظف دوريات قطعت بتاريخ لبنان، حكامك عادلين، أوكي يمكن بيغلطوا أوقات بس اكيد مش مقصوده، في نسبه معينه نحن اكيد تحت النسبه الاغلاط اللي بتصير. الحمد لله اليوم عندك شفافيه مطلقه بالاتحاد ان كان ماليا او بالتحكيم او بالدوري او كذا، وطول موند كونتا. اليوم عندك استابيليتي بكره السله اللبنانيه، الحمد لله كله ماشي الحال، ما تدمروا هالشيء. اليوم بلبنان في ناس شاطره كل ما يشوفوا شيء ناجح بجربوا يدمروه. اليوم عندنا شيء اسمه كرة السلة اللبنانية، بدنا نورثها لأولادنا ولأولاد أولادنا، تضل اللعبة الشعبية الأولى وتبطل مستواها مستوى بس آسيا، إن شاء الله بتصير من مستوى أوروبا بالخطة المحطوطة إن شاء الله. بريزيدان مستة الرسالة بتصبر بكل الأحوال. لعب أجنبية واحدة السيدات بقينا صح. الليست قلت لي يبعثوا اليوم اي نادي بيعتبر كم مره صرت الى هذه الروي بشرفك اي نادي ما بده الليست اي بليز ابعثوا لنا كتاب لندعي لجمعيه عموميه لالغاءها بكره قبل اليوم. جمعيه عموميه بتنلغى الليست اي؟ ايه ما هذه بدها هي، ما هي بالنظام الداخلي. اوكي جيت تعال يلا انا بدعيكم ابعثوا لي المكتوب تحت ادعي. السنة الجاية حيبقى نظام بطولي هو ذاته ولا ممكن تكون في تعديلات؟ يمكن يكون هو ذاته، يمكن في تطوير له، نشوف هلا قبل ما يخلص. قبل ما يخلص احنا عم نتابع شو في عورات، شو في اغلاط بتقدر تتصلح حتى نعطي الماكسيموم. قانون السماح لتغيير اجنبي بالفاينل فور، هذا كثير سألت عنه وكثير سألت عنه، وبس حطيت انه حضرتك ضيفه كثير حملوني السؤال. بحال صاب اجنبي بالفاينل فور بكل بلدان المجاوره حتى بسوريا بالعراق، بس ينصب اجنبي فيه غيره بلبنان لا، ممكن يتم تعديله ولا لا؟ انت بتخاف بالمستقبل؟ ايه يعني كان هي السنه الماضيه بيروت مصاب. ايه مزبوط مزبوط مزبوط، بس كمان برجع بقول لك الواحد بيبقى عامل كل اللاعبين كل الدوري وصل لاخر مرحله انضرب معه العين منا هيني، ليك هيدي امور منا هيني، هيدي هيدا من نظام الداخلي كمان؟ لا هيدا من نظام البطوله. اوكي هيدا من نظام البطوله، ليك مرجع اقول لك نحن منفتحين لاي تعديل لتحسين كرة السلة لتحسين الدوري، بدنا ندرسها. انتبه معك حق فيها ظلم من محل للفريق اللي بينضرب عنده، كمان فيها ظلم للفريق الثاني، يعني فيها خوف انه اللاعب اذا مش عاجبه يعمل حاله معور وكذا كذا بده يروح تكشف. بتصير هلا يمكن صار مع احد الانديه،
مش هيك دخلك؟ هو المفروض انا اطلع منك سكوبين، انت عم تطلع مني. طيب قدي صعب عليك اتحاد بريزيدان تقلصوا عدد الفرق بالدرجة الأولى؟ طبعا كتير صرت سماعه وكتير عم عيدها انه بدل 10 عملوهم 8، وبعرف الخبرية مش بإيدكم كاتحاد، مرسوم وزارة شباب ورياضة، هذا له حل ولا ما له حل من الآخر؟ ايه كله له حل. وتسير عندك وزارة شباب ورياضة مهتمة بالرياضة، عندك وزارة شباب ورياضة تكون مركزة وقتها لتطوير القوانين لمصلحة الرياضة ومش استعمال القوانين لضرب الاتحادات وحط اليد على الاتحادات لأنه في حدا عنده جنون العظمة. أنا برأيي في كتير أمور فيها تتحسن. أنا بقول لك اليوم 12 فريق بالدرجة الأولى بلبنان بالوقت الحاضر صعب، صعب كتير، لأنه ما عندنا عدد اللعيب الكافي لمستوى درجة أولى يقدروا ينافسوا. اليوم بدنا ننطر كذا سنة قبل ما تكون الفئات العمرية بلش تعطي لاعبين عدد كبير حتى نقدر نغطي 12. اليوم ما عندنا لاعبين نغطي 12. ما في مراسلات بينكم بين وزارة شباب ورياضة؟ ما في حكي حاليا؟ لا ما حكي. شو مدرساتي شو مصاحبة يعني بعت له كيفك ومدرسة؟ لا ما فيش مراسلة. إذا عنده شيء بعتولنا مراسلة منجاوبون، وإذا عندنا مراسلة منجاوبون ما بيجاوبونا. ما بيجاوبون إنه في مخالفات صارت بعتنا لهم إياها نحنا ما جاوبوا. على كل حال ما بهم غيمة سودة وبتقطع. طيب سألتك عن بيروت، رح تعتمدوا أجنبيتين، رح سألتك عنهم كمان. هو سؤال كتير مهم عن دوري الدرجة الثانية، طالما عملتوه ثريب محلات ما الدرجة الأولى، ممكن تعتمد بمكان ما بالدرجة الثانية لاعب أجنبي؟ ما بيحملوا الأندية ماليا، اليوم ما بيحملوا، بالمستقبل أكيد. اليوم أنا بقول لك شغلة، أجنبي بالدرجة الثانية أكيد بيعلي المستوى، بحسن، بيعمل يعني بيزيدها شعبيا للعبة. لكن اليوم ممكن بس اليوم يعني حسب ما عم نشوف الأندية مش قادرين يعني مش قادرين. طيب أكثر فريق مبسوط منه السنة؟ رياضي كمشاركات خارجية رياضي. ليش مبسوط منه؟ لأنه الرياضي انتبه كمان عنده الخمس لاعبين هاللي أساسيين بمنتخب لبنان. اليوم تشوف اللاعبين مقلعين مظبوط، أنا بشوف أنه هدول حترتد على المنتخب إيجابيا. رياضي بيضة، رياضي رفع راس لبنان، رياضي اليوم وتبيلعب برا إن كان هو أو الحكمة أو الهومنتمن أو بيروت، أنا بالنسبة إلي بعتبر أنه هذا منتخب لبنان وبشجعهم على هالأساس. بس اليوم إذا بدك تسألني إذا أنا وين مبسوط ومرتاح يعني من النتائج، بقول لك نتائج الرياضي. أكثر فريق فاجأك السنة؟ فيكون إيجابا فيكون سلبا. فاجأني أنترانيك مش عاطل، شانفيل بصراحة وصاحبك صباح أكيد فاجأني، لك بصراحة ما كنت بتوقع هالنتيجة من نادي شانفيل، وفاجأني التركيبة كيف ركبت الكومبينيشن، كيف هالكيمستري ركبت والأجانب توفقوا فيهم ايه فاجأ. أفضل لاعب لبناني حاليا برأيك؟ عندك في كذا واحد، عندك وائل، لا ثلاثة وائل شفت شو منيح، وائل أمير أكيد، وعندك سيرجيو. أفضل مدرب لبناني حاليا برأيك إذا بعدنا جاد الحاج مدرب المنتخب، شيل جاد الحاج فران، أحمد فران أكيد. أحمد فران انتبه اليوم مش بس كمدرب عم ينجح، كمانجمنت للفريق. اليوم أحمد فران استوعب المشكلة عنده بال 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 بالفريق. بس خلينا نحكي في هذا الموضوع كتير مهم، لأنه طرحنا على كأس العالم كنا بجاكرتا، لاحظت أنه وصلوا الشباب على جاكرتا، خلاص نحن وصلنا على كأس العالم، نحن طلعنا التانيين بآسيا، نحن ربحنا بطولة العرب، ما حسيتهم جوعانين يربحوا. اوكي راحوا خلصوا كأس العالم، صار اللي صار، رجعوا. الرياضي بلش نتائج مش منيحة، بيروت نتائج مش منيحة، الحكمة كان يعني هيك بس ما في هاللعب هيدا، وحسينا انه لعيبة المنتخب خلص صاروا مستلشئين، مثل واحد عمل اللي بده يعمله، عمل الاتشيفمنت اللي بده اياها. احمد فران شايفه، احمد فران عمل لهم شوك وقدر استوعب هالحالة. ليك نادي الرياضي ولعيبة المنتخب خاصة كيف قلعوا، كيف رجع وائل، كيف أمير، كلهم رجعوا.
اليوم بيروت بعد عندهم هاي المشكلة والحكمة بعد عندهم هاي المشكلة. بس اليوم عندهم هاي المشكلة مش عم بيقاتلوا. اليوم واجبات المدربين تقدر تعرف تستوعب مثل ما عمل أحمد فران، لازم هني يستوعبوا هاللاعبين يرجعوا هالروح الإيطالية هالجوع للفوز الجوع للقتال يرجع عند اللاعبين. وأنا هون خايف بالك يا بصراحة ما ترتد على المنتخب، بس بهني لأحمد فران، بهني أول شيء على النتائج اللي عم يعملها، وبهني على المانجمنت اللي عمله لفريقه ولاعبينه أفضل جمهور بهمني أسألك فيك ما فيك طول باس، بس أنا بدي أسألك اثنين ثلاثة هلا أفضل ثلاثة جماهير. يعني عندك أول شيء، عندك أول شيء حكم رياضي على أكيد بتفوت هذا من عكس أوقات يعني وقت يفلتوا هيك بس برافو كاتحاد. إيه. وعندك عندك جمهور الهومات من تبع مباراة الحكمة. إيه غير هول الأولاد كانوا رائعين، وبتمنى الجمهور الهومات من عن جد رجعوا على الملعب، رجعوا شجعوا فريقكم، أعطوا معنويات، حطوا ضغط اللي بدكم إياه، بس بعدولنا عن المشاكل يا شباب، لأنه هيدي المشاكل هيدي المشاكل ما بتشبه لا نادي الهوماتمن ولا جمهور نادي الهوماتمن ولا ثقافة جمعية الهوماتمن. طيب. جمعية الهوماتمن هدول الأولاد اللي شفناه هون، هيدا العصب اللي بدنا إياه. مقاطعة جمهور الحكمة المباريات شفنا على السوشيال ميديا، برأيك حيكون في مقاطعة ولا الحكمة جمهور الحكمة بيلحقوا؟ شو بدك؟ ما بعتبرك، أنا برأيي كانت تأس عاطل وسقعة وساقبت المباراة بنص الجمعة، هيدي القصة وما فيها. جمهور الحكمة، جمهور الحكمة ما بيقاطع الحكمة. وبرجع بقول لك أحد أسباب الضغط على إدارات نادي الحكمة هو جمهوره، لأنه هيدي مش محبة أكثر من محبة، هيدي تعصب، هيدي حفلة، يعني حفلة جنون. شو نصيحتك لبكردوني جهاد بكردوني؟ نصيحتي لجهاد بكردوني أول شيء بدي أتشكره أنه إجا أنقذ نادي الحكمة من اللي من الطريق اللي كان رايح عليها. ونصيحة له ما يزهق وما يفوت ما يفوتوا ما يرد على الحرتقات هاللي عم في ناس عم تعمل عليه تيزهقوا ويفلوا. يعني اليوم اللي عم بيحرتق عليه لجهاد بكردوني مع حفظ الألقاب وعلى رئيس النادي راغب حرب على كل أعضاء الهيئة الإدارية ما عنده حل. اليوم إذا فلوا الجماعة شو عم تعملوا؟ أنه شو يعني عم تسكروا النادي؟ مين بيحمل سكر نادي الحكمة اليوم؟ تعال لك شغلة اليوم، أنه إذا خسر الفريق شو خسر جهاد بكردوني؟ جهاد بكردوني عم بأمل المال وعم بأمل اللوجيستيك، عم بأمل كل شيء، شو بدكم كل شيء عم بيعملكم إياه. ما فينا نجي نهاجمه. وين مشكلة برأيك؟ مشكلة؟ تعال لك شغلة اليوم، قدي صار لها الإدارة مستلم نادي الحكمة؟ شهرين؟ ثلاثة؟ جاي تحاسب إدارة صار لها شهرين مستلم نادي الحكمة؟ بعدين مين عم بيحاسبها؟ بس اللي عم بده بيحاسب إدارة نادي الحكمة اليوم خلي خبرني إنجازاته هو وقتها كان، إن كان بنادي الحكمة ولا بغير نادي الحكمة، لعب أوس اليوم على نادي الحكمة خبرني أنت شو عملت. أنا ما فيني اليوم أجي حاسب إدارة عمرها شهرين، إدارة ورتاني فريق مش هي مركب الفريق، ركبوا فريق قدروا فكفكوا شوي منه بس في الماس ما كانت تقبل تفكفك، جابوا فريق تاني خلطوه مركبة الكيمستري. اليوم جمهور الحكمة أنا بفهمه، أنا يعني صدقني ما بزعل وقتها يعني الحكمة ترجع، بالعكس بنبسط، بس اليوم أنتوا يا جمهور شوي شوي روق عليها على الإدارة. اليوم في شيء مش راكب بالفريق، ما فيكم تلوموا الإدارة، في كيمستري مش معين، يمكن تركب يمكن ما تركب. اليوم يعني بالتاريخ أنت يا راوي بتعرف، الله يرحمه البريزيدان شويري أي سنة إجا على الحكمة؟ 93 ربح ب 98. طيب خمس سنين اليوم ما عم بكون خمس سنين، بس اليوم ما فيكم تجوا تقوصوا على إدارة عمرها شهرين، لا المظاهرات بتنفع ولا النزلة على الطرقات بتنفع، بالعكس حضنوا اللعيبة حضنوا الإدارة كونوا حد هالنادي. أنا ما شايف عشق صح. جمهور قد هالعشق يا أخي بتفوت وين ما كان بقول لك صح. مش طبيعي، مش هناك يحولوا هالمحبة هالعشق أو وفاء يا أخي ما فيه 20 سنة اليوم يا اخي يقولوا شو ما يقولوا حبينا الحكمة وبس. اوكي حبوا الحكمة شهرين اعطوه زنة على ايه اعطوه سنة، يمكن ما ينجحوا السنة بس انت جاي حينجحوا اللي بعده حينجحوا
اليوم عندكم بصيص امل اسمه جهاد بكردوني وراغب حداد وقيال وجورج خليل وما بدنا ننسى حدا وسمير صالح. طيب خي في غلط بتصلح الغلط، بس مش ما فيكم تجوا اليوم تقارنوا فريق نادي الحكمه مع نادي الرياضي، مع فريق نادي الرياضي. هول اللعيبه تبع نادي الرياضي صار لهم كلهم عم يلعبوا مع بعضهم 4 سنين زيت المجموعه، ما فيك تجي تقارنها مع نادي الحكمه وتجي تقول له انت فشلت. روق شوي، اعطوهم وقت سنه سنتين، بعد سنتين اذا ما كان ماشي الحال ايه تعوا حاسبه، بس شهرين مالك حتجي تحاسب انت. انت مش عم تحاسب هون، انت عم بتاذي نادي الحكمه. كونوا حد هالنادي، هيدا النادي رفع راس لبنان صحيح، وكلنا كنا حده. ما تنسوا خلونا نرجع يعني الامجاد تبعوله صحيح. بس روقه مش بشهرين. نصيحتك للداعم ما تكب كل المصاري هلا، اتركهم لسنه الجاي واللي بقى. يعني عم بقولوا بدنا نجيب اجنب الخمسين وستين وكذا، برايك يمرق هالسنه وسنه الجاي؟ ما في يعني ما بقدر اعطي هالنصيحه، بس انا بقول نصيحه اللي بقدر اقولها، شوف وين الخلل، شوف وين الخلل اولا. ثاني شغله شوف اذا هيدا الخلل بيتصلح السنه ولا لا. اوكي. وثالث شغله استعين بناس عندها خبراتها بكرة السلة حتى تحددوا هالخلل تصحيحه او عدم تصحيحه وتحطوا خطه للمستقبل. مثل ما قلت دفع المصاري اليوم، اذا جبت لعيب 100,000 دولار وبالشهر ونزلته بين 4 لاعبين يمكن ما بدهم يلعبوا، ما راح يطلع منه شيء. شوفوا وين الخلل وعلى اساسها صلحوا. راح اخذ اسئله بعض اسئله الجمهور، مش كلهم لانه كتار، بس اخذهم هيك على السريع. بيسالك في يوزر EDA8، انت انسان نشيط واضح وملم بالاداره، شكرا على ما قدمته وتقدمه للبنان وكره السله، كل الثقه لك ولفريق العمل. جو عطا الله، انا زيد شكره. جو عطا الله كمان بيقول لك بتمنى يصير في تنظيم اكبر لدخول الجمهور للملاعب خصوصا بليز. المحايد انا بقول له لجو انه تقريبا ادخال الجمهور هو مسؤوليه أندية. الأندية خاصة بيع البطاقات. إذا محايد وشو ما عميب بيحكي المحايد، نحن ما نبيع البطاقات كالاتحاد. لا في محايدين، في محايدين هون مثلا بيبقى ماتش بيروت رياضي مثلا بيقولوا أنا محايد، بيكون قبل الجمعة حاطط البنداج على راسه رياضي. بودي زوان عم يسأل عن تيم بي فور ذا ناشونال تيم. ماشي ماشي، هلا يمكن يشارك البعض منهم كمان حتى بالدوره اللي عم بتصير هون بين جبال و بين جبال بسط انت بين جبال وغزير. طيب ما حنشوف يمكن المنتخب الاول. بلا شوي شوي ننسى. تحمست انا شوي زياده. طيب انطوني حنا، لماذا الاتحاد لا يعمل دورات للمدربين بقوانين التحكيم التي يتم تطويرها باستمرار لتخفيف من الاعتراض على قرارات الحكام خلال المباريات؟ يعني حق 100%، ونحن بصدد نجمع الحكام مع المدربين لانه في على طول بيطلع ابديتس بالقوانين. اوقات المدربين ما بيعرفوها، بياخذ بيصوفر الحكم بفز المدرب بصير يعمل لك هيك وهيك ويحتاج يعني الجمهور طلع على مصيبه يكون مش عارف القانون. لا هو اكيد مش عارفه. كمان يوزر مش حط اسمه، ما عندي شيء لك، يعطيك العافيه على كل شيء عم تقدمه كرة السلة اللبنانية، كلنا وراك. كتر خيره، شو بدي اقول له، كتر خيره. روني بواز، لاي درجه ممكن يتدخل الاتحاد بامور الفرق؟ هل من موني من الاتحاد على بعض الادارات؟ روني بواز، لا انتبه، نحن ما بنتدخل، ممنوع نتدخل بالادارات الا اذا اجت الادارات طلبت مساعده الاتحاد. هلا اذا من باب الصحبه شفنا شيء غلط او شيء من بيت الصحبة والأملية منحكي، لأنه يعني نحن على تواصل دائما مع رؤساء الاتحادات والأمناء السر، يعني في علاقة صرنا عملك نتعامل معهم كعائلة. أوكي. هشام هجاوب بيسألك، شو رأيك بأمير سعود وائل عراجي؟ رأيي بأمير سعود، أنا ما بسأل عن رأيي لا بأمير سعود لا بوائل، هولي يعني ولادي عندي ضعف كتير يعني على خاصة على أمير. وائل يعني ثورجي لا يضبط، شخصية بطر لا يضبط لا يضبط. وائل كن منيح كل منتخب منيح. حدا إلك دوتو مش حاط اسمه، تعسل من الفوتبول بليز. كتر خيرك. أحمد سليمان، يعطيك العافية على الشغل اللي عم تعمله، بس بدي أسألك شو رأيك
بالناس اللي عم يعترضوا هذه السنة على نظام الأجانب حكينا فيهم. آخر اثنين ما حطول عليك بقى، نتائج الحكمة جورج عماد خاطر بيسألك، نتائج الحكمة بتزعزع ثقتك بجاد الحج أو موضوع منتخب منفصل عن نتائج الحكمة؟ موضوع المنتخب منفصل عن نتائج الحكمة حتى الآن. إلينا جار ممكن يكون في مباراة مثل أول ستار سلام دانك ثري بوينت كومبيتيشن وغيرها. إيه حددناها بأفريل هلأ مثل نيسان. نيسان تحددت بنيسان، هلأ بنعمل كل شيء رح تنعمل بنهد نوفل كتير منيح. حتى في لي. حتى في كمان كيس هشام جرودة اللي كنا أعلننا عنه. أوكي. إن شاء الله يمكن ينعمل بأحد البلدان بالخليج مشان يعني آخر أول أربع فرق اللي وصلوا بيوصلوا على الفاينل فور هن بيشاركوا بدورة هشام جرودة. هلأ عم شوف أي بلد بده يستضيفها مشان الجالية اللبنانية اللي عايشين برا هن يقدروا. كثير حلوة. أعرف فريق للفوز باللعب برأيك؟ ما بعرف. ما لي حق أعطي رأيي أنا. لك يا بصراحة ما لي حق أعطي رأيي. اليوم إذا قلت لك X يمكن بكرة يعمل أبجريد فريق تاني يصير إجريك. أنا ما فينا أعطي، ما بعرف. بتمنى الأفضل يفوز أكيد. ما حطول عليك بقى. يصل لك ساعة بتقول لي ما حطول. أنا بدي أشكر حضورك مرة جديدة. يعطيك ألف عافية. طبعا رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة. شرفنا ببودكاست انت الحكم نائب الاول رئيس الاتحاد الاسيوي. ما شاء الله كثير عدنا خمسه دقائق مثل هول المارشاليه تبع الاتحاد السوفيتي عرفتوا. انا بس بدي اتشكرك على الاستضافه وعلى طول متعه عن جد. مرق الوقت بسرعه. سؤالات احترافيه، سؤال بمخبى وراه كذا سؤال. وانا بتشكرك على استضافتك مثل العاده. انت صديق شيخ راوي على اتصال دائم، ونتأمل لكل الأندية اللبنانية توفيق ولكل الجمهور اللبناني يستمتع بكرة السلة اللبنانية وبلا تعصيب. وشيلوا هاي الفكرة من راسكم أنه حدا مستهدفكم أو مستهدف فريقكم أو مستهدف ناديكم. بالنسبة لنا نحن كاتحاد فريقنا هو المنتخب، وباقي الفرق كلها أولادنا. مين ما بيربح يربح. نحن بنتمنى الخير للكل. أنتوا يا جمهور بليز استمتعوا بكرة السلة اللبنانية، انبسطوا، اعملوا اللي بدكم اياه، تشجعوا، اضغطوا، اعملوا ضغط على الفريق المقابل، بس في ضمن حدود معينة، وكل واحد منكم يعتبر حاله محل هاللاعب إذا بيقبل اللي عم ينعمل فيه، بس لا أكثر. والتوفيق. إذا مشاهدين نحن هم وصلنا لنهاية حلقتنا مع رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم الحلبي. طبعا ما تنسوا المسابقة منتخب لبنان لكرة السلة شو أفضل ترتيب وصل له بالتصنيف على الفيبا. والرابح بيربح أو الحزر الجواب بيربح تذكرتين لمباراة لبنان والبحرين بمجمع نهضة فردوم تصفيات آسيا. شكرا وإلى اللقاء.